متربيه في المسرح وخريجه معهد عالي في المسرحيه وممثله، فلازم اجي المهرجان بتاعي. يعني لما يتم دعوتي اكيد هحضر وابقى سبورت وابقى داعمه لزملائي اللي قائمين على المهرجان. فمهرجان مهم وكبير، والفنان محمد رياض كبره اكتر، وشكرا ليه وشكرا لوزاره الثقافه انها واقفه في ظهره وتدعمه، لان محمد رياض الحقيقه وضع المهرجان في دائره الضوء، يعني خلى المهرجان الناس كلها عارفه ان في مهرجان قومي مسرح النهارده. فده مهم جدا، وعامل سيستم وعامل نظام يحترم. فبقول له مبروك، وبقول مبروك لكل المكرمين النهارده، كلهم يستحقوا التكريم. الفنان المحب للفن وللمسرح، شكرا يا محمد ان انت مهتم بالمسرح وبينا وبالمهرجان وبالشغل الجميل اللي انت عامله. فكره ان الفنان محمد رياض حاطط استراتيجيه انه يكرم الاحياء، على فكره دي فكره تحترم، لانه انا اما اتكرم في حياتي انا هحس بالتكريم وهفرح بيه وهفرح بالتقدير، خصوصا لو اللي بيتكرم ده كمان طورت عنه الاضواء، فانت بتديله دعم نفسي كبير جدا وبتقول له شكرا، غير لما بتكرم شخص توفاه الله. اللي بيفرح بالحكايه دي اهله ومن حقهم يفرحوا، بس ده ما يديناش ان احنا نهاجم المهرجان. ده اختياره واحنا بندعمه في الاختيار ده، لو في نلحق اللي موجودين على قيد الحياه، خصوصا كبار السن منهم يلحقوا يتبسطوا وهم على قيد الحياه. عزيزي، طول عمر الفن في كل الدنيا ملوش وطن. انت النهارده لو اتفرجت على فيلم امريكاني اقرا الاسماء هتلاقي اللي من بلجيكا واللي من فرنسا واللي من اسبانيا واللي من اليونان، فاهم القصه؟ وبقى في مصريين كمان بيشتغلوا فيه دلوقتي. طول عمر مصر بتحضن العرب كلهم، من اسمها لفريد الاطرش لصباح هنقول ايه ولا ايه؟ فاحنا لما نعمل مسرح في الاخر اسمه ايه؟ فنان مصري بيقدم فن. انتاج مين مش انتاج مين؟ ما احنا طول عمر مصر كان عندنا مركز دبي بينتج، كان عندنا شركات الدالة بتنتج دراما، كان عندنا قطاع الانتاج المصري، كان عندنا صوت القاهره، شركات انتاج متعدده طول العمر. هو بس السوشيال ميديا بتكبر المواضيع، في لجان بتشتغل تحبط ما يحدث من فنون. في الاخر اللي واقف على خشبه المسرح مين؟ الفنان المصري. اللي بيخرج مين؟ الفنان المصري. اللي بيعزف مين؟ الفنان المصري. يشتغل هنا او هنا وهنا، ولا يقعد في البيت يموت بحسرته. المسرح احنا محتاجين مسرح ومحتاجين الفنون على كل اصعده. الفنون مركز مهم للدخل القومي على فكره، والتاريخ بيقول ده، غير انه بيربي الوجدان. رساله لسامحه ايه؟ وحشتينا وبنحبك وربنا يديك الصحه.